هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. إذاعة الوفاق الوطني تابعة للجماهير الإريترية، وتبث برامجها من المهجر بواسطة الأقمار الاصطناعية كل يوم سبت من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 9 صباحا بتوقيت أثمرة، إلى كافة الربوع الإريترية والمناطق المجاورة. إذاعة الوفاق تبث برامجها ونشراتها الموجهة إلى جماهيرنا بكل مصداقية وأمانة إلى داخل إريتريا والمناطق المتاخمة. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مع إشراقة شمس كل سبت من إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينيا، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. جميع متابعي إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريترية في داخل الوطن وخارجه، طابت أوقاتكم ونقدم لكم برامجنا لهذا اليوم السبت 21 من شهر سبتمبر لعام 2019. أولى حلقات برامجنا الأخبار، ونبدأها بالعناوين. اتفاقات إريترية سودانية من 6 نقاط للتعاون المشترك بينهما. مظاهرات في بولونيا مطالبة بوضع حد للجرائم والعنف ضد الأبرياء وإيقاف الانتهاكات الحقوقية التي ترتكب من قبل النظام داخل إريتريا. منظمة العفو الدولية تطالب إريتريا بإطلاق سراح السياسيين والصحفيين المعتقلين منذ 18 عام خلف. كانت تلكم عناوين الأخبار، وإليكمها بالتفصيل من إذاعة الوفاق الوطني الإريترية. وقعت إريتريا والسودان بتاريخ 16 من سبتمبر على اتفاق مشترك من 6 نقاط. فقد وقع الطرفان على اتفاق بينهما تشمل الجوانب العسكرية والاقتصادية والأمنية والسياسية والدبلوماسية والثقافية والمسائل الإقليمية، كما أعلن عن إقامة لجنة مشتركة من الطرفين لتفعيل ومتابعة وتنفيذ بنود الاتفاقية. وكان الرئيس أسياس قد قام بزيارة عمل للسودان، وقام بمقابلة الجنرال عبد الفتاح برهان رئيس مجلس السيادة السوداني، ولا يعرف ما إذا كان حضر اللقاء أي مسؤول آخر من البلدين خلال تلك اللقاءات والاتفاقات. هذا وقد سبق زيارة أسياس للخرطوم بزيارة خاطفة إلى إمارة أبوظبي، حيث التقى خلالها مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم الإمارة. قامت مظاهرات حاشدة في مدينة بولونيا الإيطالية مطالبة بوضع حد للاعتداءات المتكررة وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الزمرة الحاكمة في أسمرة. وكانت المظاهرات قد خرجت يوم السبت 14 من سبتمبر، والتي دعت أيضا الحكومة الإيطالية بإعطاء النظرة والاهتمام للأحوال داخل إريتريا. وقد شاركت في التظاهرات أعداد كبيرة من النساء والفتيات يحملن شعارات مكتوبة مثل كفاية للعبودية، ونطالب بإعادة اللاجئين إلى الوطن، وسيادة القانون، وغيرها من شعارات أعدها منظمي تلك الاحتجاجات والتظاهرات.
وكانت هذه التظاهرات قد نفذت في وقت متزامن مع احتفالات هجدف الأربعينية لإنشاء الجمعية الوطنية الإريترية للنساء. كما علم أن مجموعة الفتيات طالبات العدالة استهجنت واستنكرت بالجمعية التي تقودها الجبهة الشعبية. طالبت منظمة العفو الدولية حكومة إريتريا بالإفراج وإطلاق سراح 11 سياسيا و17 صحفيا المسجونين منذ 18 عاما لمجرد انتقادهم سياسة الحكومة الإريترية. كما ذكرت المنظمة أنها ستقوم بحملات متتابعة عبر وسائل التواصل الاجتماعية ساعية من أجل إطلاق سراح السجناء ومعتقلي الرأي منذ 18 عاما خلت. وكان هؤلاء السياسيون والصحفيون قد انتقدوا الرئيس أسياس وسياسته في عام 2001 والذي بسببه تم اعتقالهم، ولا يعرف مصيرهم حتى الآن، ولم توجه إلى أحد منهم أي اتهام، ولم يقدم أحدا منهم للمحاكمة. إلى هنا وتنتهي الأخبار لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، والآن أترككم مع باقي فقراتنا لهذا الأسبوع. إذاعة الوفاق الوطني تقدم برنامج حوارات. حوارات مساحة نستضيف فيها السياسيين والكتاب والصحفيين والمراكز البحثية الإريترية. بالحوار نهزم حكم الاستبداد في إريتريا، وبالحوار نبني وطننا لجيل المستقبل. متابعين الأعزاء، نكمل معكم في هذه الحلقة الجزء الثالث من لقائنا مع الأستاذ عبد الرحمن السيد. وقتا ممتعا نتمناه لكم. أمر آخر، دائما نفكر مثلا في مساعدة أهلنا الإريتريين، وهذه حاجة طيبة يعني مفيدة وجميلة بالذات داخل إريتريا وفي معسكرات اللاجئين، لكن هنا أيضا علينا أن نرتب الأولويات. إذا كنا حنساعد الناس كيف نساعدهم؟ أنا دائما أتحدث مع أخواننا الذين يعملون في الجمعيات الخيرية. خيرية. من المفيد أن تساعد الناس مثلا بوجبة إفطار رمضان، يعني بالأشياء الآنية الوقتية يعني. لكن من المهم أيضا أن نفكر بطريقة استراتيجية، يعني بمعنى تمكين الناس من خلال توفير فرص العمل، التدريب المهني زي يكون نجار، ميكانيكي. يعني لا يمكن نحن الآن في شرق السودان مثلا نعيش كلاجئين، يعني هذا الشرق هو بلد بلدنا، يعني نحن جزء منه هو جزء مننا، يعني كأننا في دولتنا يعني. فبالتالي المفروض يكون لنا الثقة أن يعني صراحة أن نعيش خارج إطار المعسكرات اللاجئين، ويكون لنا مصدر دخل وحرفيين وكثير من المهن المتوفرة. يعني حتى قد يكون نعم المهاجر هذا قد يكون هاجر من ديار ممكن تكون تعيش وكانت على مثلا الرعي أو الزراعة أو غيرها من الوسائل، لكن الآن تغيرت الأحوال، علينا أيضا أن نواكب هذا التغير وأن نحاول أن نوجد مصادر رزق شريف وعيش كريم لهذا المجتمع من خلال تمكينه في هذا الجانب. ولهذا أنا يعني أثني دائما الأخوة الذين يقومون مثلا بدعم مجالات التعليم، مجالات الحرفيات والمهنيات، المشاريع الحرفية والمهنية هذه جميلة جدا، لأن هذه فيها معناها sustainability. المساعدة الآنية هذه صار وجبة إما هذا الشيء، هذه آنية هي وقد لا توجد غدا، لكن عندما توفر فرصة التعليم، فرصة الامتهان مهنة لشاب أو لرجل كبير كان مزارع الآن تحول إلى نجار مثلا، معناها أنت الآن أوجدت له مصدر رزق ممكن يعيش فيه ويعيش فيه ممكن أسرة ممتدة، يعني تستفيد يعني وتخرج من يعني الوحل الفقر والجوع هذه يعني. فلينا ترتيب الأولويات هو جزء من الاستراتيجية، التخطيط أيضا بطريقة استراتيجية لا تكون آنية مؤقتة وإنما يكون فيها بعد نظر يعني للمستقبل.
وحتى إذا فكرنا في المستقبل إذا كان سيكون للمجتمع الهجرة والشتات أي مثلا دعم بالداخل سواء كان قبل العودة ولا بعد العودة، هذا سيتم فقط إن كان تمكن هذا المهاجر في التعليم أو في الاقتصاد واحدة يعني. إن لم نستفيد أو إن لم نتمكن من الحصول من هذه الفرصتين يعني مساهمتنا ستكون يعني قليلة أو كمان ممكن ربما تكون صفر. كلامك جدا مهم، خصوصا إذا وجدنا أو شفنا الحين الوضع اللي صاير خصوصا الإريتريين في بلاد الخليج، هو السبب الأساسي لو تشوف هو عدم التخطيط للمدى البعيد. كان فترة قصيرة البلاد كانت وقتها كويسة، ما فكروا بعدين إيش يصير، مع أنه البلد من زمان ما يتركك تكمل دراسة ولا يتيح لك الصحة، لكن الناس ما زالت كانت باقية هنا. طيب أستاذ، تكلمت نقطة مهمة عن الأولويات في الحياة بصفة عامة. طيب لو تكلمنا عن الفئة هذه اللي هم في بلاد المهجر، إذا تكلمنا عن أولوياتهم من الناحية السياسية، ما هي الآليات التي يجب أن يتبعوها حتى يكونوا فاعلين في هذا المحيط سواء الآن أو في بلدهم المستقبل سياسيا؟ فئة الشباب بالذات الشباب الذين هاجروا مؤخرا عبروا الصحاري والبحار حتى وصلوا إلى أمام الحمد لله، وكثير منهم أيضا تعرض إلى انتهاكات وجرائم وحتى في الطريق مات الكثير منهم. لهذا يعني من المهم بعد كل هذه المشقات أن يوجه أولا إلى ترتيب الأولوية. الأولوية بالنسبة للمهاجر هذا يعني أن يكون له أولا أن يتعافى أو يتعالج من الحالات النفسية التي قد تكون ترتبت على المشقات التي مر بها وهو داخل إريتريا وفي طريقه إلى المأمن. الريهابيتيشن هذا مهم جدا، يحتاج إلى ثيرابيتيك كونسل، هذا متوفر في بلدان أوروبا وبلدان متقدمة. كل إنسان حتى لمن يعود من حالات حرب أو حتى لمن يحصل حريق في مبنى معين مثلا وأنت تشاهد ناس تموت وناس إيش، يحتاج إلى جلسة مع طبيب نفسي حتى يخرجك من ما يترتب على مثل هذه الأحداث يعني. فما بالك أن يمر إنسان من عذاب وانتهاكات للحقوق، أقصد الحقوق هي الإنسانية، ومن ثم يعبر بتجارب مريرة جدا الوصول. فهذا طبعا الأولوية تكون أن يذهب إلى علاج نفسي وألا يكون لنا أي حرج يعني في هذا الجانب، لأنه الكل يحتاج إلى مثل هذه المعالجات. الأمر الثاني أيضا أن يركز طالما وصل إلى هذه البلاد أن يبحث ما هي الفرص المتاحة وما هي الأمور التي قد هو يستطيع أن يستفيد منها. لا يمكن أن يكون الجميع طبعا في بوتقة واحدة، أن يكون كله أكاديمي ويبحث عن كيف يحصل دبلوم ولا ديجري ولا غيره من الشهادات، ولكن يستطيع أن يحدد. أنا أعرف مثلا أشخاص مجرد ما بدوا السمستر الأول في الجامعة اكتشفوا أن هذا المجال هذا ليس له، اتجهوا إلى اتجاه آخر وامتهنوا مهن اليوم يعتبر ما شاء الله ناجحين يعني من القلة الناجحة، تجد فيهم أمثال هؤلاء، وقلة أخرى أيضا وجهت في الجانب الأكاديمي وحققت الحمد لله يعني قسم من التعليم والشهادات يعني. فهذا الأمر ممكن أن يعني ينتشر يعني، فنحن نشجع كل الشباب بالذات المهاجر الجديد قبل إدماسي في الجانب العام أن يبدأ بنفسه يعني، لأنك أنت إذا ما استطعت أن تتمكن وتمكن نفسك في المرحلة الأولى لا تستطيع أن تمكن غيرك. فالتمكين الذاتي يسبق يعني، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فالتغيير يبدأ من الذات يعني من النفس، ومن ثم يتوسع يعني إن شاء الله. بالنسبة للكبار المهتمين بالجانب السياسي أيضا لهؤلاء يعني نصيحتي تكون ترتيب الأولويات يعني، لا تحاول أن تطالب مثلا بأمور لا تستطيع الآن الحصول عليها، مثلا قضية الأرض، قضية الهوية يعني، هل أنت هويتك هي القومية الفلانية والعشيرة الفلانية والمنطقة الفلانية، هذه أمور يعني أوكي أرفعها كقضايا للحوار والنقاش وممكن بحث أكاديمي ما فيش مشكلة، لكن لا تجعل منها قضية
إما أن تكون أو لا تكون. هذا ليس أفضل. أمور موجودة الآن ممكن قد لا تكون من الأولويات. يعني الأولويات الآن قد تكون كيف توجد الدولة المدنية الديمقراطية فيها سيادة القانون، احترام المواطن، المواطن هنا الفرد والمواطن المجموعة. يعني المجموعة قد تكون مجموعة ثقافية، مجموعة إثنية، مجموعة إقليمية، أيا كانت. يعني كل هذه الحقوق ممكن أن تضمن في الدستور. إذا كان هذا الأمر كذلك، الآن نحن فقط دورنا يكون ممكن دور أكاديمي، كيف نوعي الناس، توعية الناس بالحقوق، ما هي الحقوق، إلى ماذا تنقسم الحقوق، ما هي أنواع الحقوق، كل هذه الأمور ممكن لرفع الوعي. لكن لا نستطيع أن نقول يا جماعة يجب أن تتحقق وأنت مهاجر وأنت لك أولويات أخرى وأمور كهذه. يعني فهذا يربك التوجه والمسار. طبعا لما تأتي في حالة صياغة الدستور ومناقشة الدستور وبنود الدستور، طبعا هناك ستأتي الفرصة للجميع أن يعبر عن نفسه من خلال نقده المتعلمة المثقفة أو حتى من خلال قادته الاجتماعيين، سواء كانوا قادة القرى والمناطق والقبائل أو أيا كان. يعني فإن شاء الله وقتها ممكن كيف تضمن الحقوق وكيف تصان الحقوق وكل هذه الأمور ممكن تناقش. يعني كذلك الحين لا نجعل من أمور لا نستطيع يعني تحقيقها. أمر آخر، مثلا أنا أتحدث دائما مع الأحزاب السياسية، البعض يدعي مثلا له برنامج سياسي، وهذا البرنامج السياسي يعتبر من أفضل البرامج السياسية. ما هي الفائدة الآن أنت في المهجر 40 سنة 50 سنة أن يقول لك مثلا برنامج سياسي؟ يعني ليست لك لا انتخابات ولا أرضية ولا حتى لم تستطيع أن تدرس الواقع الإريتري. الواقع الإريتري بمعنى الواقع الاقتصادي، لا تعرف ميزانية الدولة مثلا. حدد أولويات الدولة. يعني ستكون مثلا تقول لي ممكن أنا عايز أوفر التعليم من طرف لطرف، يعني من رأس دميرة إلى قرورة مثلا. لكن هل هذا يمكن؟ هل عندك الإمكانيات؟ هل الدولة تتوفر فيها الميزانيات؟ هل الدولة في مصادر للدخل؟ هل عملت دراسة ميدانية حول هذه الأمور؟ بالتأكيد لا. إذن لا تحاول أن تستبق، يعني تضع العرب قبل الحصان. يعني انتظر، أدرس الأمور هذه، لكن لا تدعي الآن أنت حزب سياسي ولك برنامج سياسي للحكم والأمور هذه. يعني هذا لم يأتي وقت بعد، سيأتي بعد صياغة الدستور وإقراره بشكل ديمقراطي، ومن ثم يكون هناك قوانين الأحزاب للتنافس والعمل في إطار المسموح به قانونيا. يعني فحتى ذلك الحين أنت الآن تطالب كيف تقيم هذه الدولة التي ستسمح لك بممارسة حقك في الترشح ببرنامجك السياسي والسلطة إذا تم انتخابك. فهنا نحتاج إلى توقف كل الأحزاب والمجاميع والتنظيمات الموجودة حاليا في المهجر. يجب أن تكون صادقة، ولكن لن يرحم صادقة وتتوقف عن اللعب بالألفاظ وبالكلام المطاط والسياسي والأمور هذه. هي ستكون شريكة للهجدة في أزمة، يعني في إطالة أنا هذا اللي حصل حتى هذه اللحظة، وكنا نعذرهم ونقول ممكن ربما لأنه هناك في غضب وهناك في يعني عدم توفر البيئة المناسبة لي يعني تشارك يعني الأفكار والأمور هذه، لهذا تبعثرنا. والهجدة برضو يعتبر القوة لا يستهان بها باختراقاته وعمال وكل هذه. لكن الآن وصلنا إلى مرحلة خلاص لا تستطيع، يعني إما أن تكون جزء من الحل أو أنت جزء من المشكلة. يعني وجود 20-30-50 تنظيم سياسي في إريتريا غير مبرر يعني وغير مطلوب، ويساعد في إقالة المعاناة. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة من لقائنا مع الأستاذ عبد الرحمن السيد. نلقاكم بخير في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله، ودمتم بخير. توحيد الهدف أولا، بقلم الأستاذ عادل درملي. ثمة حاجة إلى نشوء حالة من الوحدة العامة حول هدف وطني عريض
يتفق غالبية الشعب الإريتري على أهمية تحقيقه، ألا وهو إسقاط النظام القائم بكل أشكاله. ولا تعني الوحدة العامة أو هذا الاتفاق العام تحت أي ظرف من الظروف أن يلغي الشعب الإريتري تكويناته أو انتماءاته السياسية أو المدنية أو الفكرية أو الاجتماعية المختلفة والمتعددة، بل ينشأ بينه هذا الاتفاق العام وهو داخل تلك التكوينات على تعددها واختلافاتها بل وتناقضها في بعض الأحيان. كما ليس بالضرورة أن يكون هناك اتفاق على وسيلة واحدة أو على آلية محددة قد تؤدي إلى تحقيق هدف إسقاط النظام، بل إن أي وسيلة أو مجموعة وسائل يعتمدها كل فرد أو مجموعة أو تكوين سياسي أو اجتماعي أو مدني تدفع جميعها بالضرورة نحو إنجاز الهدف العريض المنشود. ولعل أقرب الأمثلة التي نضربها لهذه الحالة هي حالة التوجه الوطني نحو تحقيق الاستقلال السياسي للبلاد من قبضة الاستعمار الإثيوبي، حيث أصبح في هذه الحالة الاستقلال الوطني الهدف الوحيد الذي سعى الشعب بتكويناته وانتماءاته المتعددة إلى تحقيقه، ونالت البلاد استقلالها بمشاركة الجميع في هذا النضال الشريف، حيث يصبح السير في هذا الاتجاه هو العمل الوحيد الذي يعمد أي تكوين سياسي أو مدني أو اجتماعي بماء الوطنية ويكسبه شرعية الأداء في مرحلة ما بعد تحقيق هدف إسقاط النظام. ولا يمكننا هنا ممارسة الإقصاء والتعدي على خيارات هذه التكوينات طالما ظلت تعمل جاهدة بكل ما تملك من إمكانات وطاقة في سبيل تحقيق الهدف المتفق عليه والمحدد ضمن الفضاء العام للعمل المعارض لنظام الهجدف، برغم ظهور بعض الكيانات التي ترفض الإصغاء إلى الآخرين بل تعمل جاهدة إلى فرض رؤيتها المستنسخة في تفاصيلها من طريقة تفكير النظام وكيفية معالجته للأمور المصيرية المتعلقة بمصير البلاد، وهو ما يجعل من الالتفاف حول صيغة توافقية لعملية التغيير أكثر صعوبة وأبعد منال. برغم تلك المعوقات التي أصبحت تلازمنا في مسيرة التغيير، كان لابد لنا وأن نسعى جاهدين إلى اقتراح حلول جديدة وجريئة وخلق آفاق أوسع وتشييد مظلات جامعة تلتقي على ظلالها معظم قوى التغيير إن لم تكن أغلبها. دون ذلك علينا أن ننتظر المعجزات الإلهية وأن نحسن استغلالها لصالح التغيير الجذري في بنية وهيكل الدولة الإريترية بعد أن أصابتها أيادي العبث بجسيم الضرر. كما أن هناك رأي سائد يدعو إلى توحيد الوسيلة المستخدمة في تحقيق هدف إسقاط النظام، مثل اعتماد الكفاح المسلح فقط أو الاكتفاء بالعمل السياسي أو المدني أو الاجتماعي المناهض للنظام، لكني أعتقد أن تعدد الوسائل المستخدمة لتحقيق إسقاط النظام واختلاف هذه الوسائل باختلاف التكوينات الوطنية يزيد من سرعة الوصول إلى الهدف وإدراكه، لأن تنوع الوسائل يضع النظام في مواجهة العديد من الأساليب والوسائل المختلفة والمتفاوتة والمتجانسة في آن. ونعزو هذا التجانس إلى وضوح الهدف العام والذي يفضي تلقائيا إلى تجانس العمل السياسي مع العمل المدني مع المقاومة الشعبية بكافة أنواعها وباختلاف من يقومون بها من رجال ونساء وشباب وشيوخ. لذلك أرى أن الدعوة للاكتفاء باعتماد وسيلة واحدة هو تسريب هجدفي يرمي إلى حصر العمل المعارض في معركة واحدة يسهل عليه مجابهتها والقضاء عليها، كما يمكن أن تتشكل كل هذه التكوينات ضمن جسم ومظلة موحدة تعمل على خلق انسجام والتوافق بما يتماشى والوسائل المختلفة لكل كيان دون تأثير أي منها على الآخر، بل يجب أن تتناغم في أدوارها ومسؤولياتها بغية ضمان الاستمرارية والفاعلية في ساحة الفعل النضالي المستمر حتى إسقاط النظام. وهنا كان لابد من الإشارة إلى الدور الكبير والمهم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها رابطة أبناء المنخفضات الإريترية، حيث عملت على إحداث اختراقات حقيقية في دور هذه المنظمات عبر حضورها الدائم والفعال في المحافل الدولية والإقليمية، ما أدى إلى تسليط الضوء على العديد من القضايا التي تم التغافل عن طرحها لا ندري عن قصد أم جهل، تلك التي تتعلق بحق عودة اللاجئين والحالة الإنسانية الصعبة التي تعيشها هذه الشريحة المهمة
من أبناء الشعب الإريتري، كما هي عملية الاستيطان التي ظل نظام الهيمنة القومية يمارسها منذ اعتلاء السلطة عبر إحلال سكان بآخرين في مناطق تقع أغلبها ضمن الحيز الجغرافي المعروف بالمنخفضات، وهو ما قد يمثل خطرا حقيقيا على مشروع الدولة ويهدد الوحدة الوطنية مستقبلا. ومن هذه القضايا كذلك عملية التهميش الممنهج الذي تعاني منه اللغة العربية والمعتقلين من المشايخ والعلماء ووجهاء المجتمع الذين تم تغييبهم منذ فجر الاستقلال. إن أي هدف يمكن الاتفاق عليه يعمل على إدغام واختزال المشكلات في الإطار السياسي لابد له أن يلازمه الفشل. لذا من الواجب علينا أن نراعي إلحاق جميع المشكلات السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية ضمن رؤيتنا للحل، وأن تتحمل جميع التكوينات مسؤوليتها في هذا التوقيت، وأن تعمل على تجاوز الصغائر وهي بطبيعتها لا تمثل وزنا عندما يكون الوطن هو الهدف والغاية. بلي بيك لتقلي أثر شامدي بالتالي دامة ليك جيد لي بريد أبلي بيك لتقلي أثر شامدي بالتالي دامة ليك جيد لي حمل ميلت حريف من نفس الناتا كابوتا يلت لولي شوقا عريف إلا بحول عنداتا لالي ومحل أنوكي ينقي فري مدي بيشبتا لالي ومحل أنوكي ينقي فري مدي بيشبتا أبوتا يا أب حليب حمل ميلت حريف من نفس الناتا كابوتا يلت لولي شوقا عريف إلا بحول عنداتا لالي ومحل أنوكي ينقي فري مدي بيشبتا لالي ومحل أنوكي ينقي فري مدي بيشبتا بريد أبلي بيت لتقلي أثر شامدي بالتالي تاما ليتي جيد لي أبلي بيت لتقلي أثر شامدي بالتالي تاما ليك جيد لي بريد أبلي بيت لتقلي أثر شامدي بالتالي تاما ليك جيد لي بلال من هاباتا يقدركو أباري أنا أتكاب كليني قشن دالي من قصة الأدروري مدول قبي كببو لقرينا باكاتو هجوري مدول قبي كببو لقرينا باكاتو هجوري ناس حسني بلال من هاباتا يقدركو أباري أنا أتكاب كليني. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق.
صوت الجماهير الإريترية.